السلام عليكم. النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. إيران وروسيا تعاون اقتصادي يتلافى الدولار ويتجاوز العقوبات الغربية. صناعة الطباعة في الوطن العربي إرث ثقافي وفرص اقتصادية تحد منها الرقابة الرسمية. الاعتماد على النفط والفحم يرفع غازات الاحتباس الحراري إلى مستويات قياسية. أهلا بكم. طهران وموسكو جمعتهما العقوبات الغربية، فوجدتا في تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بابا لكسر الحصار، علاقات تبدأ بالنفط والحبوب ولا تنتهي بالطاقة النووية. وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك حل ضيفا على طهران، زيارة تمهد للقاء زعيمي دولتين طالهما الحصار الغربي. إيران تبحث عن باب لزيادة صادراتها النفطية وتأمين المواد الغذائية لشعبها من دون المرور عبر الدولار، معبر أقفلته الولايات المتحدة ومعها دول أوروبا الغربية في وجه التحويلات الإيرانية. الزيارة تمثل فرصة لتوقيع اتفاقات تصدر بموجبها طهران 500 ألف برميل من النفط يوميا إلى موسكو قبل أن تسوقه في الصين وجنوب أفريقيا، وتحصل إيران في المقابل على الحبوب والآلات والمعادن من روسيا، إضافة إلى التقنيات الحديثة وتمويل المرحلة الثانية من بناء محطة بوشهر الكهروذرية وغيرها من المحطات النووية والكهربائية. جلسة راجع تبحثنا في موضوع إنشاء 8 محطات كهرباء في إيران، وكذلك في تطوير محطتين كانت روسيا قد أنشأتهما. اتفقنا على تطوير خط نقل الكهرباء الروسية إلى إيران عبر أذربيجان، إضافة إلى إنشاء خطوط جديدة وبقدرة أكبر من الحالية. اتفقنا على إنشاء 8 محطات كهربائية وعلى التعاون بين شركة وانير الإيرانية وشركة تكنيتيوم إكسبورت الروسية في مجال الطاقة. الاتفاقات الجديدة ستعطي لكلا الطرفين فرصة للالتفاف على العقوبات الغربية وتمنح موسكو ورقة ضغط جديدة. كمية النفط التي تستوردها أوروبا حولت إلى روسيا وباتت تتحكم في وجهة تصديرها التي تنص الاتفاقات على أنها لن تكون أوروبا. تسعى جنوب أفريقيا لاستئناف استيراد النفط الإيراني وفق ما أكدت نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا، وأعربت عن أملها في حل مشكلة العقوبات بعدما أدت الضغوط الغربية إلى وقف استيرادها في السابق. وكانت جنوب أفريقيا تعتمد على استيراد طاقة من إيران لتوفير ثلث حاجاتها، لكن العقوبات منعتها من الاستيراد ما أدى إلى حصول أزمة في توفير الطاقة. كشف الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة جيهان بخش شيرزاي أن قيمة العائدات التي حصلت عليها إيران من خلال تصدير السلع والنفط والغاز إلى العراق في الأشهر الخمسة الماضية تصل إلى 5,500,000,000 دولار. شيرزاي قال إن العراق يعتبر ثاني شريك تجاري لبلاده بعد الصين، حيث ارتفعت قيمة مستورداته من 2,200,000,000 دولار إلى 5,500,000,000 دولار. وافقت إيران على إطلاق خط شحن بحري مباشر من ميناء بندر عباس الإيراني إلى سوريا بحسب مصادر مطلعة في غرفة تجارة دمشق. ويأتي إطلاق خط الشحن البحري للاستفادة من إمكانات الهيئة، ويمكن شحن كامل البضائع التي تم تأمينها من خلال الخط الائتماني بكلفة أقل من الخطوط الأخرى إلى سوريا. تستضيف الخرطوم هذا العام 200 شركة ودار نشر تشارك في النسخة 10 من فعاليات معرض الخرطوم الدولي للكتاب. المشاكل التي تواجهها صناعة الطباعة بالسودان تبدو واضحة في أروقة المعرض، حيث لاحظ الرواد ارتفاع أسعار الكتب والمطبوعات، إضافة إلى هروب العديد من العناوين بيد في الطباعة والتوزيع في الخارج بسبب تشديد قيود النشر. محي الدين جبريل. 200 دار نشر تشارك في معرض الخرطوم الدولي للكتاب في نسخته 10، آلاف العناوين ومئات الرواد يزورون المعرض على رأس الساعة، لكن قد يكتفي معظمهم بتصفح العناوين نظرا لارتفاع أسعار الكتب. رغم الظروف المعيشية الضاغطة والغلاء الحاصل على الناس، لكن الناس لا زال الكتاب موجود في حياة الناس، وهو يعني الناس بعيني شايفة الحضور الكبير. السنة اللي فاتت كان
ما بين 50 ل 80 الكتاب. هسه تمسك اي كتاب غالبا كده بيبدا لك من 75 100 لحد 150. اتحاد الناشرين العرب برر ظاهرة ارتفاع الأسعار بموجة الغلاء العالمية، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. نتيجة ارتفاع سعر الدولار فيعني طبيعي أن يبقى كتاب غالي، ولكن أنا بقول أن حتى يعني حتى في هذه الأوضاع الكتاب هنا ربما يكون أقل من أي سوق عربي. وما يؤثر سلبا على صناعة الطباعة في السودان إلى جانب ارتفاع كلفة المواد الأولية للطباعة، تبرز القيود المفروضة على بعض العناوين، ما يدفع بعض الكتاب إلى طباعة مؤلفاتهم وتوزيعها خارج البلاد. في العالم العربي كله الكتاب ده له إذن، ونحن هنا بالتحديد بنعاني من حظر، وحظر ما معروف جهته منه. يعني المصنفات حسب القانون هي المفروض تحظر، لكن هي بتحظر وغيرها بيحظر، عشان كده بنعاني. يعني انا شخصيا عندي 21 كتاب عنوان محظور يعني. وتستأثر كتب الاطفال والمطبوعات الاكاديميه بالحصه الاكبر من صالات العرض. العناوين التي تستضيفها نسخه هذا العام من فعاليات معرض الخرطوم الدوليه للكتاب، وان اختلفت توجهاتها لكنها تتفق جميعا في ارتفاع اسعارها. محي الدين جبريل من العاصمه السودانيه الخرطوم، الميادين. في المقابل يبدو أن معرض عمان الدولي نجح في جذب أكثر من 500 دار للنشر من الأردن ومختلف أنحاء العالم في دورته 15، وحمل المعرض شعار غزة الصمود والعزة. القيمون على المعرض يؤكدون أن الكتاب ما زال مطلوبا برغم التقدم التقني الكبير، ويؤكدون تحقيق دور النشر مبيعات جيدة. العناصر التقنية التي أثرت نوعا ما على الكتاب، اللي هي النت والفضائيات الكمبيوتر، لكن تبقى معلومات مختصرة. الكتاب له وجود، الكتاب متعة، فلا يعني أنه الكتاب سيكون على الرف فقط. نفى مجلس إدارة البنك العربي أن يكون المصرف قد شارك في تمويل حركة حماس، بعدما أدلى رئيس المجلس بشهادته في قضية مدنية لتمويل الإرهاب أمام محكمة أمريكية. البنك العربي قد يدفع غرامات بملايين الدولارات إذا خسر الدعوى التي رفعها نحو 300 أمريكي منذ 10 سنوات، ويتهم هؤلاء البنك العربي بتقديم الدعم المالي إلى حماس المصنفة حركة إرهابية أجنبية بحسب القانون الأمريكي. ويعتقد أن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد مصرف تحال على المحاكم في الولايات المتحدة. اتهامات بغسل الأموال وجهت إلى السفير الأمريكي السابق في العراق وأفغانستان زلمي خليل زادة. التحقيقات تتعلق بشأن تحويل أموال عن طريق الحساب المصرفي الخاص بزوجته في فيينا وفق تقارير نمساوية. مليونان وأربعمائة ألف دولار قيمة الأموال المحولة إلى النمسا، وترتبط بشركات في العراق والإمارات العربية المتحدة. وقال محامي زوجة خليل زادة إن السلطات الأمريكية لم تقدم بعد أدلة ملموسة ضد موكلته. بنك أوروبا المركزي استنفذ أدواته. الكلام لوزير المالية الألماني وولفغانغ شاوبلي تعليقا على خفض أسعار الفائدة إلى نصف نقطة في الألف. شاوبلي أكد أن لا طائل من الاعتماد على المصرف في ملفي النمو والتوظيف، وأكد أن حكومته لن تقترض لتمويل النفقات العامة العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 45 عاما. وانتقد شاوبلي تمادي الدول الأوروبية في الإنفاق العام، معتبرا أن زيادة النفقات الحكومية لا تخلق وظائف ولا ترفع معدلات النمو على المدى الطويل. المال العام وحده لا يستطيع أن يشتري الوظائف أو يخلق النمو على المدى الطويل. النمو في أوروبا يتعلق بعمل جماعي لدول الاتحاد. قدمنا الكثير من الخطط، وما أعلن فيما يتعلق بإعادة تنظيم الميزانية والإصلاحات الهيكلية يجب العمل عليه بقوة. لطالما كان لدينا عملة موحدة وسياسة نقدية موحدة، ولكن لا تمويل مشترك ولا سياسة اقتصادية موحدة. يبقى من الضروري أن يتمسك الجميع بالاتفاقات والقواعد.
مستويات قياسية جديدة تسجلها غازات الاحتباس الحراري. أحدث تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أظهر أن العام الماضي شهد زيادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون بمعدلات هي الأسرع منذ بدء نظام التسجيل العالمي الرسمي عام 84. الأمين العام للمنظمة ميشيل جارو قال إن زيادة حدة الطقس سببه أنشطة بشرية كحرق الوقود الأحفوري، ويخشى العلماء من ارتفاعات إضافية في حرارة الأرض وزيادة في حموضة المحيطات بسبب التراكم المتزايد لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ليحصل كوكبنا على فرصة وأحفادنا على مستقبل، لا يمكن أن يظل أعداء الجهل عذرا للتقاعس. كلما انتظرنا أكثر كلما زاد التحدي أمامنا وزادت تكلفته، وفي مرحلة ما لن يكون هدف خفض الاحتباس قابلا للتحقيق إذا لم نفعل شيئا الآن. لا يزال الأمر ممكنا لكنه يتطلب عملا عاجلا. تحذيرات عديدة أطلقها مستثمرون أجانب تدعو إلى سحب الأموال من بريطانيا قبيل التصويت على انفصال اسكتلندا. المستثمرون رجحوا تهاوي العملة البريطانية بأكثر من 15% في حال صوتت اسكتلندا على الانفصال عن بريطانيا. ودعا بنك نامورا الياباني، وهو من أكبر المصارف الاستثمارية في العالم، دعا مستثمري بلاده إلى سحب أموالهم مع احتمال تعرض الاقتصاد البريطاني لصدمة قوية الأسبوع المقبل. توقعت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد نمو الاقتصاد العالمي بما يراوح بين 2.5% و3% هذا العام. وأوضحت المنظمة في أحدث تقاريرها أنه بعد مرور 6 سنوات على الأزمة المالية العالمية ما زالت إجراءات تعزيز النمو ضعيفة وغير كافية، لكن التقرير توقع نمو الاقتصادات الصاعدة تحديدا بمعدل يراوح بين 4.5% و5% من إجمالي الناتج المحلي. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة. للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net. السلام عليكم.